الانتقال يعلن النفير العام بعد استدعاء الإمارات بحاح والشعيبي. ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي أول موقف له من استدعاء مجلس القيادة الرئاسي بإعاز الإماراتي قيادات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح لتقلد مناصب كبيرة في إدارة المرحلة، يتقدمهم رئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح وسفير اليمن لدى ألمانيا يحيى شعيبي وآخرين. وأبدى عضو مجلس رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة تحفظه على عزم مجلس القيادة الرئاسي تعيين نائب الرئيس ورئيس الوزراء الأسبق المهندس خالد بحاح رئيسا للحكومة خلفا لمعين عبد الملك وسفير اليمن لدى ألمانيا يحيى شعيبي مديرا لمكتب الرئاسة، مرجعا تحفظه على التوجه المدعوم من الإمارات بما سماه الاكتفاء بالتجارب السابقة لمن جربوا في الفترة الماضية وفساح المجال لوجوه جديدة وشابة من المؤهلين والكفؤين. وقال شطارة في تغريدة على منصة التدوين المصغر تويتر الأحد: لن تنجح أي حكومة تكرر وجوهها السابقة، امنحوا الشباب والمؤهلين فرصة واختاروا المؤهلين منهم بالكفاءة ويكونوا ذو الخبرة نوابا لهم. مضيفا: لن يتغير الوقت واقع شمالا وجنوبا طالما الوزراء القادمون هم من كل الحكومات السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع. أقولها وبقناعة: لن يكون النجاح إلا بالشباب. ويأتي موقف الانتقال غدا تأكيد مسؤول في حكومة معين عبد الملك أنباء التسريبات المتداولة عن اعتزام مجلس القيادة إصدار قرارات رئاسية تحدث تغيرات كبرى في الحكومة استجابة لضغوط إماراتية أو ما سماه مراقبون تنفيذا لإملاءات ولي عهد أبو ظبي لدى لقائه رئيس وأعضاء المجلس الأسبوع الفائت.